لم تعرف اكو خفايا ما يعرفوها. انا سجلت بسبب يعني بسبب وحدة كانت يعني بطريقة اخرى، بس انا الحمد لله والشكر يعني نفسي ابية وغنية. فحاولت وياي مرات عدة، قالت لي باوع والله اذا ما تجي للطريق باعي، والله دا احكي لك بصراحة ومستعدة اطيش تسمع. قالت لي والله بس الطب بغداد اخيسك. وفعلا جيت البغداد وصارت فت حادثه بقراج معين، وهي هاي المره حتى اسمها ام بلال. ضحكتني على شغله شيخ ابراهيم، ام بلال طلعت دوله وعلم اكثر من المخبر السري، يعني ايش قد قوي. والله لا فتش بزمنك، لا انت والتغيير شيلك. اقول لك سبع مفارز علي بذاك اليوم، عبالك كان ينفجر يعني السبتليت. ما اريد اصادقك، قوه هي ما اريدك. وبالمناسبة أخت وجدان، أنا بال2010 يمكن السجين أتذكر يعني حتى تتوضح الصوت. أي مخبر سري، وبقيت سنة ونص يعلقون ويعذبون إلا تعترف على دكتور صالح المطلق وظافر العاني، وهذا اللي يعلقني، وبرمضان يعلقوني، والعقلة والعقرب، أنواع تعذيب. حتى بيني وبينك الحكي حتى شوية خلي الحلقة بيها شوية مو كلها حزن، خلي شوية سوي بيها ضحكة. حتى لو بات يقولوا لك أنت ما تقول لي، لك أنت هيك تتحمل كتل، لك أنت ما تخاف، لك أنت شنو قابليتك، فيسبوني. هو ده يعذب بيا من يعذب وينتل ودونكيات وكتل ويدفرني، فشي يسوي؟ مو يسب عرضي او يسبني؟ انا شو اسوي بالحرقة قلبي؟ هو ده يقتل بيا بعد، شو اسوي؟ ارد للمسبة يضربني بوكس يقول لي لا تفشر، ارجع افشر. فاخير يعني اخير 6 اشهر صاروا اصدقائي، يعني يعذبون بيا ويضحكون. وعلى الهرنة صعدت للقاضي المحترم السيد ضياء العبودي. شوف راح اطيش اسماء حتى اللي يطلع يقول مثلا ست وجدان العاني طلعت ملف وتيد وطلع شيخ ابراهيم، لا. اليوم انا راح اعطيكم سبق صحفي بالاسماء وبالاعداد، واذا تيدون انواع التعذيب، واللي يقول اني رجال واخو خيتي ماكو هيج حكي، تعال باي برنامج تقعد ست وجدان وطيني من وقتك 10 دقائق الا ما خليك تعترف انت كاتل الملك فيصل الاول واحمد حسن البكر، هذا مو علي. من الانواع اللي عندهم ما انزل الله بهذا السلطان. يعني انتقائيه شيخ ابراهيم، يعني اكو انتقائيه بالاعتقال والانتزاع والاعترافات بالقوه. جنابك 2010 ايضا تعذبت، حالات يعني الموت بسبب يعني التعذيب ايضا، وين كنت؟ انا كنت بصراحه كنت بسوريا يعني ما اخفيك، فصارفت حادثه معينه وست وجدان. خلينا نحكي بصراحة، أنت أختي بس خلي العالم تعرف اكو خفايا ما يعرفوها. أنا سجلت بسبب يعني بسبب وحدة كانت يعني بطريقة أخرى، بس أنا الحمد لله والشكر يعني نفسي أبية وغنية. فحاولت وياي مرات عدة، قالت لي باوع والله إذا ما تجي للطريق باعي، والله دا أحكي لك بصراحة ومستعدة أطيش تسمع. قالت لي والله بس الطب بغداد أخيسك. وفعلا جيت البغداد وصارت فت حادثه بقراج معين، وهي هاي المره حتى اسمها ام بلال. ما ادري شلون كاتبه علي وعلى ابن عمي وعلى اخويا، وعندي واحد من ولد عمامي الله يرحمه مات بالسجن من التعذيب يعني، وظلم مات ظلم 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 مات ظلم رجل كبير، واسمه عبود حميد عبد الله، ظلم في ظلم، اخذوا الاعترافات من عدم. انا بقيت شال سامع عبد الدوشق مال الكتل دوشق، يعني يجي يتدرب علي، وشالتني وشالتني وشالتني. ومنك من العامريه ما اذوني. اذوني وين؟ بالمطار اللي هو مطار المثنى بوحده التحقيقات المشتركه اللي كان بها يسموه الحجي علي لفته. هو المحقق العدلي بيها، ولزمني هذا اجرم بي اقسم بلا اله الا الله. هسه اعطيك اسماء ضباط وقاده ومنتسبين عذبهم، باخذ منهم اعترافات وكلهم الوحيد انا اللي بقدروا يعترف. تعذيب وشر ونتل وفلقه، وهذا خول كيس الكيس الخنق، هذا يخنقك بالكيس ويخلي ركبه رجله اليسرى يخليها بين رقبتك وبين ظهرك، وانت مضروبه جامعه لي ورا ومضروبه جامعه برجلك، فش تسوي؟ تبركين بركه البعير، فمن يحط رجله على ظهرك وانت مخنوقه يضربوش اثنين نتلتين نتله منا بالكهرباء. العراقيين خلي يعرفوها هاي الجهاز هسه مال النتل، ينتلوك منا وينتلوك منا، فش تسوي؟ تشهك. شو تسوي؟
من تسحب هذا شاكو هو بين التشيس راح يلطش التشيس وين على وجهك تختنق تقوم تذب الحاجتين من جواك. فانتبهي لهاي النقطة اللي هي المفصل بالأبية. نعم. النقطة وين؟ من يجيك القاضي المكان الاعتقال مالتك هو من راح يجيبك وبيك الاعترافات يجيبك اللي كان يعذب بيك زين وبالطريقة تمشي شو يقول لي؟ شو يقول لي باعي؟ لك إبراهيم بالعباس راح تصير أم القاضي والله إذا قال إعادة تحقيق اليوم أجيب أختك وأعذبك وأسويك وشكيك يرهبوك وتي بالمشي هو يمشي بيك وعينك مضروبة هذا الشيس يسموه أو القناع ومشتفة زينك عالم مست وجدان ضعيف قلبها ما عنده قدرة تحمل بأول راجل يعترفك وتحمله يروح يم القاضي ويا ويله إذا القاضي كتب إعادة تحقيق انتبهوا هاي السجلية كل يعرفوها الما يعرفوها إذا قال لك إعادة تحقيق إيش قد شنت تنكتلين بالنهار وشرب تموت خالي كان يلبسوني أربع بدلات هاي ماكو شايفة السودة العسكرية هاي تشفت الثقيلة الشتوية بالصيف بتموز وبآب وارجعي لل 2010 راح تلقين واحد من هاي الأشهر كان بها رمضان والله برمضان وأنا صايم يطلعني لك مسلمك بيد الله إن شاء الله مسلمكم بيد الله أربع بدلات يلبسوني ويحطوني القناع القناع بس انتبهي لي ست وجدان القناع الجليد من تلبسيه تدري ايش يصير قستش مو تعرق بعرف شغلات العالم ما تعرفها قستش مو هاي تعرق وين ينزل العرق ملح هذا ملاح وعرق وين ينزل على عينك تقوم عينك تقول شاعلة بيها جداحة تسوي لي هيك ضربك عينك تصير كلها املاح عبالك نار وانت لي ورا ويشتغل عليك التعذيب يشرني من الصبح الى 3 الظهر يخلص الدوام والله 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 كانوا يسكرون ويجون وحده بالليل يقولوا لهم طلعونا ابراهيم ويشتغلوني للصبح وتراهنا وياي من $1,000 الى ان مره مرتين يعني الى حوالي 7 أشهر تالي اجت لجنه انا الوحيد اللي ما عندي اعترافات واجى مشكور 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 القاضي ضياء العبودي كان هو على محكمه الساعه قلت له دمروني كتلوني هذا ده يعذب وهذا وكان اشق البلوز مالتي الرصاصي شاف جسمي مدمر قال لي من بعد اللي يضربوني قتلة والله إبراهيم مثلا هسه أنا صارت بي يعني مو ذا أقول لك أحد حاجي لي بقى يقتل بي ويعذب بي وإن شاء الله الله يعذبك بجهنم أنا واحد منهم سمعت أخبار صار شلل شوفوا الظلام لكم يوم إن شاء الله المهم الدنيا تدور 3 أشهر يعذب بي اي 3 أشهر يعذب بي وحتى يعني عفوا اقول لك حتى بال علي هيك الدرر علي قال احكيها بالعاميه حتى يعرفون اللي قاعدين اهل العمايم واهل القوط واهل الاربطه واهل الحمايات حتى يعرفون اي ظلم دين حكم بزمنهم انا صارت بي جابوني يم السيد ضياء العبودي وكل الاحترام والتقدير وراح ابقى احكي باسمه الى ان اموت لان هذا قاضي عادل قاضي عادل هو وحاكم الجنايات استاذ يمكن خضير الجابري او هيك يعني اسم قال لي ابراهيم يعني انت شنو الاعترافات مالتك قلت له اعترافات سياده القاضي قال انت معترف مفجر وعبوه وكذا وكذا قلت له استاذ رحمه على امه ها وانت تدرس جماعه القاعده استاذ ست وجدان راح تشيلها مثل ما هي قلت له اذا سمحتي لي ويسمحوا لي المشاهدين تفضل هاي في حين هذا شنو تيجي اسوي قلت له استاذ يا قاعده يا دنيا أنا كل يوم قاعد في سوريا أسهر وأشرب وبنات وغيره أنا وهاي السوالف الجايفة وين يا تفجير يا قاعدة يا غيره هذول كذابين كان يقول مو هاي كاتبيها قلت له الله وكيلك محمد كفيلك عمري ما شايف شغلة العبوة أنا قلت له حتى طلعت له جابوا تليفوني قالوا جيبوا تليفوني شاف تليفوني شبي حفلات وشبي شغلات يعني وأمور. أقول لك أنت يعني ضحكتني على شغلة شيخ إبراهيم أم بلال طلعت دولة وعلم أكثر من المخبر السري يعني إيش قد قوي والله لا تفتش بزمنك لأنت والتغيير الشيلك أقول لك 7 مفارز علي بذاك اليوم عبالك هل الفنجر يعني السبتليت ما لدى صادقك قوة هي ما ريدك ما لسمينا بلوغ ذا الكرشة إيش أسوي بيك شلبتي ربي المهم رحت وانسجنت وصار بس ضيع العبودي نصفني